جارسيا وين بيودي للنصر يعني، وعلى اي اساس باني قوته مع النصر؟ شوف جارسيا اول شيء مدرب على مستوى عالي، واثبت الشيء هذا من مباراه لمباراه، والتطور الكبير اللي قاعد يحصل في النصر من مباراه لمباراه على مستوى الاداء الفني، على مستوى الحضور البدني، الحضور الذهني، الاسلوب الفني، خلق الفرص، تقليل بعض المشاكل. فاعتقد ان رودي ممكن يوصل للنصر لابعد مرحله، ممكن اصبح النصر من المنافس الحقيقي للقب الدوري. هذا جارسيا وما عمله مع النصر اللي عجبني فيه بصراحة في تعامله مع الظروف، ظروف النقص، ظروف الغيابات. رسميا النصر أبعد الآن أبو بكر مكانه ودخل مكانه رونالدو. رونالدو سيشترك، ليست مباراة الشباب إنما المباراة التي تليها مباراة الاتفاق، إذا الإيقاف موجود.